السلام عليكم. فيه ناس كتير يحبون السوشي ويعني يأكلونه بشكل مستمر، هل جربتم تعملون السوشي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة؟ تعال معي. المقادير هي كالتالي: رز خاص بالسوشي، عندنا أعشاب النوري البحرية المجففة، أفوكادو، صوجة، خل الرز، ملح، سكر، سمك السلمون الأحمر، وعندنا السمك الأبيض، وعندنا هذه الأبارات اللي حنسوي بها السوشي. أنا متعود أيضا أعمل سوشي بهذه الخشبة، ولكن أصعب شوية للمبتدئين، ففضلت أعمل بهذه الأبارات. حوريكم كيف واحد يعمل. نغسل الرز لحد ما يصير الماء شفاف. بمجرد ما يغلي الرز نغطيه على نار هادية لمدة 20 دقيقة. نبدأ نقطع السمك إلى قطعتين هكذا أو ثلاث قطع. نبدأ نقطع إلى شرائح متساوية. نجهز أيضا الشرائح الآن بحسب الماكينة هذه هكذا ونقطع. بعد ما قطعنا الأولى نضع الورقة الثانية الأولى على الثانية هكذا، ونقطع أيضا. نجهز الماء الآن الذي سنسقي به الرز بعد ما يجهز. ملعقتين سكر، كوب من الماء، خل الرز هو الذي سيعطيه نكهة خاصة.
نخلط حتى يذوب السكر ويغلي، ثم نضغ 4 ورقات غار. بعد ما غلي نطفئ عليه ونخليه يبرد. بعد ما خلص الرز وضعناه في صينية حتى يبرد. بعد ما برد الرز نسقيه بالماء الذي حضرناه بالخل. بعد ما حضرنا الرز نأتي بوراقة زي هذه ونضعها هنا الداخل، ثم نأتي بالرز ونضعه الداخل.